ينضم إلينا من عمان السيد سركيس تشوباريان، محلل أسواق عالمية في مجموعة إكويتي جروب. سيد سركيس، أهلا أهلا ومرحبا بك معنا. بما أنه كنا عم نحدث الآن أسعار النفط بداية، توقعاتكم في إكويتي جروب لمسار الأسعار المتعلقة، طبعا إلى حد كبير بدأت متعلقة بنتيجة المفاوضات الأمريكية الإيرانية حول موضوع الاتفاق النووي الإيراني، ما الذي تتوقعون من تأثير على أسواق النفط؟ بالفعل الآن الأسواق المالية تنتظر بفارغ الصبر أي مستجدات بخصوص الاتفاق المتوقع عالميا مع إيران بخصوص الملف النووي، لكن باعتقادي أن هذا الاتفاق لن يتم هذا الأسبوع. هنالك مفاوضات بالفعل، وهذا ما أثر نوعا ما لكن بشكل محدود على أسعار النفط. لكن بالنسبة للانخفاض الذي حصل اليوم في أسعار النفط، دعونا ننظر إلى المستويات التي هبطت منها أسعار النفط الأمريكي الخفيف أو خام غرب تكساس، فهي مستويات حول قريبة جدا من $70 للبرميل الواحد، وهذا يعني بأن هنالك العديد من مضاربي التجزئة قاموا بعمليات جني أرباح مضاربية، وأيضا الأسعار بشكل عام ما تزال مرتفعة مقارنة بالفترة الماضية، وما حصل أيضا من تصحيحات على عقود نفط برينت بقيت محدودة، وحتى الآن الأسعار مستقرة أعلى من $70 أو $71، والانخفاض الذي حصل محدود. المتداولون الآن يركزون على توقعات التعافي في الطلب العالمي، فرغم أن هنالك كانت مخاوف كبيرة من انتشار فيروس كورونا الكبير الذي حصل في ثالث أكبر مستهلك للنفط في العالم هي الهند، وكذلك الانخفاض في الطلب من رابع أكبر مستهلك وهي اليابان، لكن تظهر لدينا العديد من الحقائق التي تثبت استمرار التعافي في طلب النفط من الصين والولايات المتحدة أكبر مستهلكان للنفط في العالم، وهنالك أيضا آمال بمزيد من التعافي. ولو نظرنا أيضا إلى الكميات المتوقع وصولها من النفط الإيراني للأسواق، من غير المتوقع أن تكون كبيرة جدا، رغم أن هنالك من يعتقد بأن النفط الإيراني قد يرتفع بحوالي 5 أو 6 مليون برميل، لكن هذا من الصعب جدا تحقيقه، وتاريخيا شهدنا أن إيران لم تصل لهذه المستويات، بل أعتقد بأن حتى لو حصل هنالك اتفاق، هذا إن حصل بداية فقد يكون إنتاج النفط وزيادة تدفق من إيران تدريجي جدا، ومع تعافي الطلب العالمي واستمرار تقليص الإنتاج من أوبك، حتى مع أن أوبك رفعت الإنتاج قليلا وقلصت من القيود، لكن ما زالت أيضا توقعات الطلب العالمي تشير إلى أننا أمام احتمالية ارتفاع في الطلب العالمي خلال النصف الثاني من هذه السنة بأكثر قليلا من التدفقات الزائدة من منظمة أوبك وحلفائها، وأيضا حتى لو كان هنالك أيضا كميات قليلة من إيران سوف تأتي، وكل هذا يبقي على احتماليات الاتجاهات الصاعدة. هنا لا أستبعد أن تتسبب الأنباء في أي تقدم في المحادثات ببعض التصحيحات الهابطة على أسعار النفط كما شاهدنا اليوم، لكن بشكل عام الاتجاهات الصاعدة ربما ستبقى قائمة. وهنالك أيضا إثباتات صدرت الأسبوع الماضي من إدارة معلومات الطاقة الأمريكية التي أظهرت بأن مخزون النفط الأمريكي انخفض لمستويات ما دون 480 مليون برميل، وهذا ما دون المتوسط لخمس سنوات ب3%، وهذا يدل إلى ارتفاع الطلب الأمريكي خصوصا مع ارتفاع الاستهلاكية والإنتاجية لمصافي التكرير إلى حوالي 88%، وكل هذا يدل على أننا أمام تعافي حقيقي في الطلب على النفط من الدول الأكبر استهلاكا للنفط في العالم من الولايات المتحدة والصين، وهذا ما يجعلني أعتقد بأن أسعار النفط ربما ستبقى ضمن اتجاهات صاعدة، لكن مرة أخرى لا أستبعد بعض التصحيحات الهابطة بين الحين والآخر. يعني بالفعل سركيس، هذا هو رأي معظم المحللين بأنه ارتفاع وعودة التعافي في الطلب العالمي بكل الأحوال سيمتص النفط الفائض سواء إذا كان من إيران أو حتى كان من أوبك. دعني أنتقل معك للحديث عن البيانات الاقتصادية الصينية التي صدرت اليوم. الصادرات ارتفعت ب 27.9% بشهر مايو، وحتى الواردات ارتفعت بأكثر من 50%، تحديدا أعتقد الرقم كان 51%، ولكن يبدو كأنه لدينا هناك انقسام في آراء المحللين حول هذه البيانات. ما رأيكم بهذه البيانات الصينية؟ بالفعل هنالك نظرة أولى دعينا نتحدث عنها لهذه البيانات التي تظهر استمرار التعافي الاقتصادي ونمو والطلب في الصين، إلى جانب أيضا تعافي حتى ولو بشكل تدريجي في التجارة العالمية، وهذا ما
ظهر بالفعل من الصادرات التي حققت نمو بحوالي 27.9% والواردات بأكثر قليلا من 51%. لكن هنالك موضوع مهم يجب النظر له، بأن هذا الارتفاع شمل ارتفاعا بالأسعار على أسعار السلع، وهذا ما أعاد القلق من جديد بالنسبة للتضخم، حيث أننا شهدنا اليوم أسواق الأسهم الآسيوية في تبين مؤشر ناسداك لكبرى شركات التكنولوجيا التكنولوجيا. ونعود إلى البيانات الصينية، فهي تظهر أن هنالك مخاوف كبيرة لارتفاع التضخم عالميا، مما يعني بأن البنوك المركزية أو عديد منها ربما سوف يقلص خطط التحفيز خلال هذه السنة حتى لو كانت بشكل طفيف، وهذا ما قد يبقي على بعض التوتر في الأسواق المالية. في البيانات الاقتصادية الصينية تؤكد استمرار التعافي الاقتصادي، لكن تزايد مخاوف التضخم يعني فهذا كله قد يبقي أيضا على حركة متذبذبة في الأسواق تحديدا من وصولنا للبيانات الأمريكية يوم الخميس المقبل. تماما، بشكل سريع سركيس، ما الذي تتوقعه لبيانات السي بي آي؟ الآن بالنسبة للحقائق التي تظهر أمامنا من ارتفاع في أسعار السلع، فهناك توقعات فعلية أن يرتفع مؤشر السي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين إن كان في الصين أو في الولايات المتحدة، وكلا البيانات ستصدر هذا الأسبوع. بالنسبة للصين أتوقع أن يرتفع مؤشر السي بي آي أو مؤشر أسعار المستهلكين إلى حوالي 2% أو بمزيد من الارتفاع بالتضخم. شكرا جزيلا لك سركيس تشوباريان، محلل أسواق عالمية.